وأتى أهل ريمة من يمن الهدى غرا كراما مقبلين نشاما في إطار دعم وإسناد أبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهة نهم. سيرى أبناء محافظة ريمة قافلة غذائية وإيوائية. القافلة التي تقدمها محافظ المحافظة الشيخ محمد علي الصالح الحوري ومستشار وزير الدفاع العميد محمد الجرادي ووجهاء وقيادات من المقاومة الشعبية بالمحافظة هدفت إلى رفع الروح المعنوية لدى أفراد وضباط الجيش الوطني. أبت ريمة برجالها وقادتها وشبابها ونسائها إلا أن يشاركوا ويدعموا الجيش الوطني بهذه القافلة المعنوية للدعم وإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هذه القافلة لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة حقيقة، وما تقدمه ريمة ليس بالقليل، ليس بهذا الأداء الشيء المعنوي القليل، وإنما أيضا قدمت خيرة رجالها وقدمت فلذات أكبادها. خلال استقبال القافلة عبر العميد الركن عبد الوهاب أسعد قائد اللواء 81 وعدد من قيادات وضباط وأفراد الجيش الوطني عبروا عن شكرهم لأبناء ريمة وأشادوا بالدور البطولي لمحافظة ريمة وأبنائها في مواقف وأحداث عديدة. فنرحب أولا بأصحاب القافلة على رئاسة المحافظ محافظة ريمة اللواء الركن محمد علي صالح الحوري، وكذلك العميد محمد الجرادي، وكذلك جميع الضباط والقيادات العسكرية والمدنية وجميع الوفد المرافق لهم. فنقول لهم أهلا وسهلا في أرض الرباط، في أرض الثبات، فأنتم مجاهدون زي ما زملائكم مجاهدون في الرباط. محافظة ريمة التي قدمت قرابة 1000 شهيد وألاف الجرحى تأتي هذه القافلة منها دعما وإسنادا للجيش الوطني، ويقولون بأن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وإن احتاج الوطن أرواحهم وأنفسهم فهم مستعدون للتضحية بذلك دفاعا عن الجمهورية والحرية والكرامة. عدنان غيلان البدجي، سهيل.